السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة منى علي المغاسلة، استشارية طب أسرة وأمراض كبار السن. نعمل عند جون هابكن أرامكو في فرع راستن نورم. سوف نتحدث اليوم عن رعاية المسنين، بحيث سوف نتحدث عن طب كبار السن بطريقة موجزة. ونتحدث عن بعض المعلومات عن المملكة العربية السعودية وكبار السن. سوف نتحدث عن تغيرات الفشوشية عند كبار السن، بعض الأمراض الشائعة عند كبار السن ومتلازمة كبار السن. يتزايد أعداد كبار السن عالمياً، بحيث مع تزايد هذه الأعداد من كبار السن أصبح من المهم من الأطباء والأبناء في معرفة كيفية مساعدة ورعاية جميع المسنين بشكل جيد، بحيث نحافظ على استقلالهم وكرامتهم وتسهيل أمور المعيشة لديهم. في المملكة العربية السعودية من عام 1950 إلى 2005 تقلبت نسبة السكان من تزيد عمرهم فوق 65 سنة بين نسبة 2.6 إلى 3.6، واستقرت عند نسبة 3% في عام 2010. من المتوقع أن يزيد عدد الكبار السن في المملكة العربية بشكل تصاعدي بعد عام 2015 مع تزايد وتيرة الزيادة في 2025، حيث تصل نسبة كبار السن إلى 18.4. هذه المعلومات، هذا الإحصاء مأخوذة من United Nations، وهذا الجدول يصور لنا نسبة السكان في السعودية حسب الفئة العمرية، بحيث نلاحظ أن سكاننا مما يزيد عمرهم 65 سنة سوف يزيد مع مرور عدد السنوات، بحيث يصل إلى 12.1 في عام 2035، ويتوقع أن يصل إلى 18.4 كما ذكرت سابقا في 2050. يبلغ متوسط العمر المتوقع حالياً لدى سكان المملكة العربية السعودية في عام 2021 إلى عمر 75.3 عاماً، بحيث يقدر هذه الزيادة إلى 1.21% من عام 2020. هذا العدد، هذه النسبة لا تشمل عدد المرضى المصابين في مرض الكوفيد. ارتفع متوسط العمر عند الولادة في المملكة العربية السعودية ما بين 4 إلى 9 سنوات في فترة الثمانينات إلى فترة 2000، بحيث ارتفع من عمر 64.9 إلى عمر 74.3. من المتوقع أن يصل عمر السعودي إلى 81.8 في العام ما بين الفترة 2045 إلى 2050. هذا الجدول يبين لنا مدى زيادة المتوسط العمر في المملكة العربية وتوقعات في الأعوام القادمة. وهذا الجدول يبين لنا المتوقع وصول الأعمار في المملكة العربية السعودية والفرق بين الأنثى والذكر، حيث في 2030 قد يصل عمر المرأة إلى 80 عاماً وعمر الرجل إلى 76.9 عاماً. عالمياً يتزايد أعمار سكان الدول العالمية، وتزيد نسبتهم. يتوقع أن في العالم المتطور مثل أوروبا واليابان أن تزيد نسبة المرضى أو السكان فوق 100 عاماً كل سنة 7%. هناك بعض التغيرات الفسيولوجية لدى كبار السن. عندما نكبر في العمر يتغير جميع أجهزة الجسم مع تقدمنا في العمر. هذه التغيرات الفسيولوجية غالباً ما تكون تغيرات سطحية، لكن تؤثر على المرض بطريقة أو أخرى. مثالاً لدى كبار السن ينخفض القدرة على الاستجابة للتوتر والأمراض، مما يولد عادة أعراض مختلفة للمرض مقارنة بالأصغر عمراً. مثالاً لدى صغير العمر في العمر العشرينات أو الثلاثينات، عندما يصاب بالتهاب الدودة الزائدة يعاني من ألم في جهة اليمين من البطن، يعاني من حرارة ربما ترجيع أو غثيان،
وربما زيادة في كرات الدم البيضاء لما عند سحب العينة الدم. لكن كبار السن ربما عندما يصاب بالدودة الزائدة يكون الأعراض مختلفة، بحيث لا يكون لديه حرارة، بحيث أن يكون الألم عادة في جميع أنحاء البطن، وربما أيضا يتدهور لديه الإدراك مؤقتا بسبب المرض. سوف ولذلك يصعب أحيانا تشخيص كبار السن بعض الأمراض بسبب استجابة جسمهم مختلفة نهائيا لدى أقرانهم من أصغر عمرا. أمثلة للتغيرات الفسيولوجية مثلا القلب. القلب يتغير تغيرات بسيطة، منها أن تقل عدد الخلايا في القلب، تيبس الأوعية الدموية أو تخشن لديهم، والاستجابة إلى الانبساط والانقباض، مما يؤدي إلى ضعف وظيفة الانبساط لدى القلب، مما يؤدي أحيانا إلى تجمع السوائل في الأقدام، صعوبة في النفس. مثال آخر عند النساء عندما يبلغن سن اليأس ينقص لدينا هرمون الأستروجين، مما يسبب بعض التغيرات الجلدية لدينا، ومنها الجفاف في المنطقة الخاصة وأيضا سلاسل البول. الاجتهاد التنفسي مثلا، الاجتهاد التنفسي مع تقدم العمر يصبح أقل فاعلية بسبب انخفاض كتلة العضلات وقوتها في جدار الصدر، مما يؤدي إلى تقليل آليات السعال لدى المريض، مما يؤدي إلى زيادة الالتهاب الرئوي. الآن نتحدث عن أمثلة الأمراض الشائعة عند كبار السن. بسبب التغيرات الفسيولوجية التي تحدث لدى كبار السن، هناك احتمالية أن يكون لديه اختلال في الضغط، مثال أن ينخفض الضغط أو يرتفع الضغط، مما يؤدي إلى الدوخة مثلا أو السقوط. الكبير في السن معرض أكثر أن يكون معه مرض السكري، نقص الغدة الدرقية، الإمساك، تضخم البفتات لدى الرجال، تجمع الماء الأبيض في العيون، والاحتكاك والأرق. سنتحدث بالتفاصيل أكثر عن متلازمة كبار السن. بسبب التغيرات الفسيولوجية هناك أمراض نوعا ما خاصة بكبار السن، لا معنى ذلك أنها لا تحدث لدى الأصغر عمرا، بس أنها أكثر شيوعا ومتلازمة لدى كبار السن، منها الاكتئاب، منها الهذيان، السقوط أو التعثر، سوء التغذية، تعداد الأدوية، سلاسل البول، الدوخة، حصاصة العظام، التقرحات، ضعف السمع وضعف البصر. طبعا نتحدث عن الخرف، تدهور الأدوار. الخرف معروف اجتماعيا بأن الكبير بالسن يفقد الذاكرة. إنه ليس تغيرا فسيولوجيا، وليس طبيعي أن يفقد الإنسان الذاكرة، لكن لدى بعض كبار السن بسبب بعض الأمراض المزمنة لديهم يكون أكثر خطورة أن يكون لديهم فقدان الذاكرة. لما نعرف الخرف أو تدهور الإدراك الدائم، فإن فقدان الذاكرة ليس كفاية لتعريف الخرف. عندما يفقد الذاكرة ويؤثر على استقلال الفرد، عند هذا الوقت نسميه المرض الخرف. ما معنى يؤثر على استقلال الفرد؟ مثالاً كبار السن يدفعوا فاتورة الكهرباء حقت البيت، يسبحوا لحالهم، يأكلوا لحالهم، لكن مجرد ما يفقد القدرة على دفع الفواتير، يفقد القدرة أنه يسبح لوحده أو يأكل لوحده، أو يتذكر أنه حتى أنه المفروض يسبح، ذاك الوقت نسمي هذا المرض الخرف. أكثر أنواع شيوعا من الخرف هي مرض الهزايمر وأمراض الأوعية الدموية. ما معنى الأمراض الأوعية الدموية؟ عندما يصاب المريض الكبار في السن للسكري والضغط، مما يؤدي إلى زيادة الخطورة أن يؤثر على الأوعية الدموية، ومنها مثلا المعروف لدى المجتمع الزلطة أو السقطة القلبية. لكن لدينا مع الأسف أحيانا زلطات صغيرة تؤثر على المخ، بحيث لا تسبب الضعف ولا الآثار ولا الأعراض المتعارف عليها اجتماعيا بأنها زلطة، مما يؤدي إلى تدهور الإدراك تدريجيا، ثم يؤدي إلى فقدان الإنسان استقلاليته. الهزايمر مرض معروف يكون أسبابه وراثية وتغير بعض الإنزيمات في المخ، وهذا المرض مع الأسف لحد اليوم لا يوجد له علاج.
هناك أدوية جديدة قد أو في الأصح هناك دواء جديد قد حصل الموافقة لدى مصحة الأدوية، لكنه جديدا لا نعرف مدى تأثيره على المرضى. الأدوية الموجودة حاليا في السوق لديهم آثار جانبية كثيرة، يجب على المريض أو الأهل المريض أن يتحدثوا مع الطبيب لرؤية أن هل الدواء هل يناسب المريض أو لا يناسبه. الأدوية أيضا المتوفرة حاليا مع الأسف لا تعالج الخرف، ربما تؤثر أو تؤخر عملية التدهور والإدراك لمدة أطول، ربما تساعد الوظيفة أيضا. ما هي هل هناك أني هل هناك أني هل هناك آسفة هل هناك وقاية للخرف؟ لحد الآن بعض الدراسات أثبتت وقاية من الوقاية من الخرف يصب السيطرة على أمراض المزمنة منها السكري وارتفاع الضغط بسبب أنهم يؤثرون على المخ، واتباع أنماط حياة صحية مثل النظام الصحي، التمارين الرياضية والنشاط البدني والإقلاع عن التدخين. هناك بعض الدراسات تؤيد أن نعطي مثلا فيتامين إي يوميا، وهناك بعض الدراسات تؤيد أن نلبس سماعات لدى المرضى كبار السن الذين يعانون من فقدان السمع، وأيضا هناك بعض الدراسات تؤيد مشاركة كبار السن في الأنشطة الاجتماعية مما يقلل احتمالية وجود تدهور الأدراك أو الخرف. هناك أسباب قابلة للعلاج التدهور الأدراكي أو التقليل من التدهور الأدراكي، وهذه الأسباب عادة ليست خرف، نشخصها تشخيص آخر. مثلا الاكتئاب، عندما يعاني كبير السن بسبب الاكتئاب ربما يعاني أيضا من فقدان الذاكرة مما يؤثر على اهتمامه بنفسه، أخذ الأدوية مما يشكل الإنسان أنه لديه خرف. لكن عندما نقيم المريض ونأخذ التاريخ المرضي ونفحصه نلاحظ أن المريض هذا فقط يعاني من الاكتئاب، وعندما نعالج الاكتئاب يتحسن الذاكرة والاهتمام بالذات. بعض الأمراض أيضاً قصور الغدة الدرقية، الغدة الدرقية جداً مهمة في نشاط الإنسان والنشاط الدماغي لدى الإنسان. إذا عندما يأتي كبير السن بسبب فقدان الذاكرة من الأشياء التي يجب أن نعمل لها تحليل دم ونتأكد أن المريض ليس مصاب منها فيها هي الغدة الدرقية، لأن مجرد ما نعالج الغدة الدرقية يتحسن تدهور الأدراك وربما يختفي أيضا. تعدد الأدوية، ما معنى تعدد الأدوية؟ مع الأسف وجود عدة أدوية لدى المريض، بعض الأدوية تؤثر على الإدراك حق المريض. لذلك عندما نراجع الأدوية نحن الأطباء ونتأكد أن هذه الأدوية إذا هي تسبب تدهور الأدراك نسحبه، نعطيه بديل له لا يسبب تدهور الأدراك، تدهور الأدراك يتحسن أو يختفي أيضا. هناك مرض يسمى استقلال الدماغ سوية الضغط. ما معنى هذا المرض؟ هذا المرض عادة يسمى المريض يعاني من تسمع سوائل زائدة في المخ، وهذا المرض عادة يتمثل بثلاث أعراض معروفة: تدهور الأدراك، سلس البول يعني عدم السيطرة على التبول، وأيضا سوء المشي أو تدهور الجيت احنا نسميها يعني المشي. اوكي اسفه المشي. سو عندما يعاني هذا المريض من ثلاثة أعراض يجب أن نعمل أشعة مقطعية للمخ، وعندما يشخص بأن لديه ماء زائد في المخ فإنه يحول إلى زراح الدماغ لعمل عملية بسيطة. مجرد ما تحصل العملية البسيطة يرجع الإنسان إلى سلوكه والإدراك السوي للمريض. هناك أيضا الهذيان، الهذيان سوف نتحدث عنه لاحقا بتفاصيل أخرى وتفاصيل أكثر، لذلك لن أتحدث عنه الآن. هناك لدينا أيضا نقص فيتامين B12، فإن المريض الذي يعاني من نقص فيتامين B12 ربما يعاني من تدهور إدراك، وعندما نصلح النقص بإعطاء الأبر لفيتامين B12 أو الحبوب يتحسن التدهور الإدراك.
نتحدث الآن عن تعدد الأدوية الذي نسميه بالإنجليزي polypharmacy. عادة يعرف تعدد الأدوية أن المريض يكون على 5 أدوية أو أكثر. معظم كبار السن بسبب عدد تعدد الأمراض لديهم، مثلاً السكر، الضغط، زيادة الكوليسترول، ربما البروستات، ربما مرض في القلب، يزيد عادة عدد أدويتهم عن 5. المشكلة في عدد زيادة الأدوية يؤدي إلى عادة زيادة الأدوية تؤدي إلى زيادة خطورة التأثيرات السلبية للأدوية على الإنسان، تضخم الأدوية، يعني معناها أن ربما دواء مع دواء لا يتناسبان ويسببون آثار جانبية أكثر. المشكلة مع تعداد الأدوية نخاف نحن على كبار السن من خطورة السقوط أو عدم التزام نفس الوقت في الأدوية، مما يؤدي إلى تدهور المرض الأساسي الذي لديهم. مثالاً، عندما يكون المريض الذي عنده 5 أدوية أو أكثر، ربما هذه الأدوية ضرورية إليه، لا نستطيع التقليل منها. لكن إذا مريض يعاني من أعراض معينة من مرض، ربما نستفيد أن نغير الدواء إلى بديل. مثالاً، لدى كبار السن أحياناً بعض الأدوية تسبب الكحة، والكحة عندما المريض يعاني المريض كبير السن بالكحة يقلل من النوم، مما يقلل من الإدراك حقه، وربما يؤدي إلى السقوط لأنه لم ينم كفاية. لذلك عندما نراجع الأدوية ونتأكد أن إحدى الأدوية يسبب هذه الكحة، نستطيع أن نعطي المريض بديلاً له إذا الدواء مهم جداً إلى حالته الصحية ويتحسن حالة الكحة عنده. لذلك واحدة من الأشياء جدا مهمة في عيادة كبار السن أو عيادة الرعاية الأولية أن يحضر كبار السن كيس الأدوية. يجب على كبار السن أن يحضروا كيس الأدوية أقل شيء مرة واحدة في السنة، بحيث يحضر كل الأدوية التي كتبها الطبيب نفسه، يحضر الأدوية التي أخذها من برا لأي سبب من الأسباب. وعندما يراجع الطبيب هذه الأدوية، ربما يلاحظ أن هناك تعداد لنفس الدواء. مع الأسف الأدوية لدينا عدة شركات تصنع الأدوية، لذلك ربما نفس الدواء المريض يحضر من شركتين مختلفتين باسم مختلف، له اسم الشائع مختلف، والمريض يفكر أنه دوائين مختلفين، لذلك يحقد جرعة زيادة من نفس الدواء، مما يؤدي إلى آثار جانبية المريض في غنى عنها. لذلك عندما نراجع الأدوية نحن الأطباء ننتبه لهذه الأشياء ونصلحها مع المريض. من حق المريض أن يستفسر عن الأدوية، عن آثار جانبية، عن هل هذه الأدوية تناسب الأدوية التي عندي في البيت، مفروض يسأل المريض، بحيث ينبه الطبيب أن يراجع الأدوية، يراجع آثار جانبية للأدوية، يراجع أن الأدوية هذه هل تتفاعل مع بعض طريقة عكسية. أيضا نجزع المرضى أن يتابعوا مع نفس الطبيب أو نفس المؤسسة الطبية، بحيث لما يتابع المريض مع نفس المؤسسة الطبية أو نفس الطبيب، نعرف نحن الأطباء ما هي الأدوية التي يكون عليها المريض، فلا نكتب له من نفس الدواء علبتين، أو لا نكتب له نفس العائلة. إذا مهم جدا نحاول ننصح المرضى أن يتابعوا مع نفس الطبيب أو نفس المؤسسة الطبية. الهديان أو تدهور الإدراك المفاصل. الهديان أو تدهور الإدراك المفاصل هو معناه أن الإنسان يعاني من حالة ارتباك مفاجئ يقلل من قدرة الإنسان من التفكير بوضوح أو التركيز أو البقاء يقظا. وهذا الهديان جدا مهم أن نعرف أن المريض يعاني من هديان، لأن عادة أسباب الهديان يكون بسبب مرض عضوي، مثالا التهاب الأبوال ربما يسبب الهديان، تداخل الأدوية ربما يسبب الهديان، تغير الأملاح في الجسم ربما تسبب الهديان. كيف يعرف المريض أو أهل المريض أنه المريض لا يعرف أنه يعاني من الهديان، آسفة، كيف يعرف أهل المريض أن المريض هذا كبير السن، الجدة أو الأم تعاني من الهديان؟ يجوا عادة كبار السن عندهم تصرفات معينة أو سلوكيات معينة، عندما تتغير هذه السلوكيات يجب على الأهل يفكروا ربما يعاني من الهديان، ولذلك يحتاج زيارة الطوارئ للفحص ومعرفة الأسباب.
بعطيكم مثال، احيانا جدا صعب نعرف ان هذا المريض يعاني من هذيان او لا، خاصه اذا المريض لديه خرف. عاده الخرف يؤدي الى تدهور الادواء، لكن عاده مثل ما ذكرت عاده سلوكيات المريض تكون نفسها. مثلا اذا عندك احد كبير في السن عنده خرف في البيت، وهذا كبير في السن يقعد الساعة العاشرة صباحا، يفطر، يقعد يتحدث مع العاملة أو يتحدث مع الأهل في البيت، ثم ينام مرة أخرى ساعة واحدة، يقعد مرة أخرى ساعة اثنتين، يأكل، يقعد يتحدث معاكم من جديد، يقعد هادئ، ثم ينام مرة ثانية الساعة السادسة، ثم يقعد مرة ثانية الساعة سبعة لين ينام مرة ثانية في الليل. هذا البيس لاين، يعني هذه سلوكيات العادية اليومية. مثالا أصبح هذا الكبير في السن لا يقعد من النوم، الساعة العاشرة يقعد الساعة اثنتين، يأكل حاصة بسيطة ويرجع ينام مرة ثانية. تغير السلوك حقه، تغير السلوك هذا لازم يقيمه طبيب، لأن تغير السلوك هذا ربما خرف، مستوى خرف جديد، أو ربما تدهور أدواء. مثال آخر، أفرض أن كبير السن هذا لا يعاني من سوء تصرفات معينة، لا يسب، لا يهين، لا يسحب الأكل، لا يرمي الأشياء على الأرض، لكن مجرد ما يكون عنده هذيان أحياناً بعد كبار السن يبدأوا يتكلموا بلغة غير مرغوب فيها، يتصرفوا تصرفات غير لائقة، لهذا يجب أن نأخذه إلى الطوارئ للفحص، لأن أحياناً تكون أسبابها بسيطة مثل التهاب الأبوال، ونعالج التهاب الأبوال مضاد حيوي ويرجع الكبير السن إلى تصرفاته الطبيعية. أحياناً يكون مثال بسيط، يكون عنده إمساك، مجرد من حل الإمساك يرجع الطبيعي، يرجع كبير السن إلى حالته الطبيعية. مثال آخر اللي يكون أصعب من كده، أحياناً مع الأسف كبار السن يسقطوا، ربما الأهل لم ينتبهوا أنه سقط وعانى من كسر معين، ربما لا يستطيع التعبير أنه في ألم أو زيادة ألم، يعبر عن السقوط وحالة الكسر بالهذيان أو تدهور الإدراك. لذلك أسباب الهذيان جدا كثيرة، يجب أن يأخذ الأهل المريض إلى العيادة أو الطوارئ لتشخيص هذا الهذيان ومعالجة السبب الحقيقي للهذيان. فلس البول ليس نتيجة فسيوسية لكبار السن، ليس من الطبيعي أن يعاني كبار السن من سلس البول أو فقدان السيطرة على البول. سلس البول ربما يسبب الإعاقة، ربما يسبب الاكتئاب والعزلة الاجتماعية لدى كبار السن. لذلك يجب على الطبيب ويجب على الأهل أن يعلموا الطبيب أن المريض كبير السن يعاني من سلس البول. ربما كبير السن يستحي أن يخبر الطبيب أنه يعاني من سلس البول، أو يعتبره أنه شيء طبيعي لأنه كبر في السن، كما ذكرت أنه ليس طبيعيا، ويجب أن نأخذ بعض التحاليل وربما نعمل بعض التحاليل ونعالج الأسباب. ربما سلس البول يكون مؤقت بسبب عدم سيطرة على السكر، مجرد أن نسيطر على السكر يرجع المريض طبيعيا. ربما سبب سلس البول هو الإعاقة بسبب الاحتكاك، ربما كبير السن لما يحس أنه يحتاج الحمام يعاني من الصعوبة للوصول إلى الحمام، لذلك ربما يفقد السيطرة في الوسطى في وسط البيت ويعاني من سلس البول. لذلك ننصح أن كبار السن يكون الحمام قريبا إليهم، يكون سهل الوصول إليه، حتى لو احتاج كبير السن إلى كوماند نسمي إحنا المضحاض المتحرك يكون جنبه، بحيث أنه إذا احتاج الحمام بطريقة سريعة يستطيع أن يقعد عليه أن يقضي حاجته. العلاج يعتمد على السبب، هناك أسباب أخرى. رجال المثال أو الرجال يعانون عادة بسبب أساس البول بسبب تضخم البوستات، إذا ينزل من عادة تضخم البوستات. النساء عادة أسبابهم مختلفة، يكون أسبابهم بسبب سن اليأس أو فقدان الهرمون، عندما نعوض الهرمون بإعطاء المريضة إلى كريم استروجين موضعي ربما يحسن المشكلة ربما يشفيها. أخرى أحد الأسباب أحياناً أوصو أحد الأسباب الأخرى لدى النساء هو هبوط الرحم بسبب عدة الولادات المتكررة. هذه المريضة تحتاج إلى الفحص
والعلاج يساعد من حلول هذه المشكلة. لذلك نرجع مرة ثانية، سلس البول ليس نتيجة فسيولوجية لكبار السن، وليس طبيعيا أن يعاني كبير السن من سلس البول، ويجب أن يخبر الطبيب على العلاج لهذا سلس البول. هشاشة العظام، ما هي هشاشة العظام؟ هشاشة العظام معناها أن العظام هشة وقابلة للكسر حتى عند أبسط إصابة. مثالا نحن الصغار عمرا أو أصغر عمرا، نحن أصغار بزيادة، ربما نسقط من السرير ليس بالأسباب. معظم الاحتمالات 99% لا نعاني من كسر، لكن كبار السن 80 سنة أو أقل أو أقل بسيطة، عندما يسقط من السرير ربما يعاني من كسر في الحوض. لذلك الوقاية أحسن من ألف علاج. لذلك ينصح في السعودية بسبب ينصح في السعودية بآراء الخبراء أن نعمل فحص إلى كبار السن من النساء من هم فوق 60 سنة ورجال ما فوق 65 سنة للفحص المبكر لهشاشة العظام، وسوف يعالج بأدوية يحددها الطبيب، مما يساعد من شفاء هشاشة العظام وتقليل من إصابة الكسر عند السقوط. آلات السقوط، يعاني بعض الكبار في السن مع الأسف من السقوط. لذلك إحنا نسمي أن المريض هذا شديد الخطورة للسقوط عندما يسقط في السنة في خلال سنة واحدة مرتين أو أكثر. لذلك من الأشياء التي نعملها عادة في العيادة عندما يأتي كبار السن أن نسأله إذا تأثر أو سقط في الفترة الماضية. أسبابها كثيرة، تكون أسبابها بسبب المحيط الذي حوالي المريض، يعني معناها أن في احتمال أن في مثلا بعض الوايرات على الأرض المريض ما انتبه لها، الحذاء غير مناسب، العباءة طويلة مثلا. أن يكون أسبابها أخرى، لا أحيانا يكون أسبابها عضوية داخلية، مثلا المريض يعاني من هبوط الضغط بسبب تداخل الأدوية أو زيادة أدوية الضغط، قد يكون عنده خلل في بعض الأعصاب أعصاب القدم، عندما نعالجها يتحسن الموضوع. لذلك يجب أن نسأل كبار السن، أو يجب ويجب كبار السن عندما يعانوا من السقوط الإتاء إلى العيادة وإعلام الطبيب لتدخلاتنا والوقاية منها في المستقبل. من الأشياء المهمة جدا ممارسة الرياضة، خاصة تمارين التوازن والقوة والمشي، مما يقلل خطورة السقوط لدى كبار السن. يجب أيضا مراجعة الأدوية وعدم أخذ الأدوية بدون استشارة الطبيب، لأن بعض الأدوية بعض المرضى مثلا بعض المرضى الذين يعانون من الأرق أحيانا يأخذون بنادول نايت، يعني بنادول الليلي. البنادول الليلي مع الأسف يحتوي على عائلة المضاد الهستامين الذي يؤدي إلى تدهور الأدراك وربما السقوط. لذلك يجب على المريض استشارة الطبيب قبل أن أخذ أي أدوية أخرى. تعديل بيئة المنزل لتجنب أي حادثة تؤدي إلى السقوط، خصوصا في الحمام. لدينا كبار السن يسقطون في الحمام بسبب حصول الأرضية الرطبة. لذلك ربما وضع بعض الأشياء التي تثبت المريض أو عدم التغثر، منها جفاف الأرضية جدا جيدا قبل أن يدخل المريض إلى الحمام. وأيضا من الأشياء التي تساعد تقلل السقوط هي معالجة الرؤية ومعالجة مساقل القدم لدى كبار السن. صحة الفراش، وصحة الفراش عادة تجد عند المرضى الذين لا يتحركون من الفراش جدا، مثلا إذا المريض يعاني من كسر لا يستطيع أن يتحرك من السرير، أو ربما يعاني من الخرف بحيث أن الخرف وصلت إلى حائلة إلى مستوى متقدم المرض بحيث أن المريض لا يستطيع الحركة في البيت. لذلك عادة القرحة تكون في المواقع الذي بارز فيها العظام. لو لاحظتوا الرسمة التي هنا، عندما ينام المريض على ظهره فإن هذه المناطق التي أثر عليها الحين عند الكوع والكتف وأسفل الظهر أكثر الأماكن التي يعاني من القرحة. عندما ينام المريض على الجنب ربما يكون عند الفخذ هو القرحة. كيف الوقاية منها؟ الوقاية أن نجيب إلى كبير السن
اير ماتريس اللي هو السرير الهوائي، مما يقلل من الضغط على هذه المراكز ويقلل حدوث القاحات. ايضا تغير وضعيه، مريض الكبير السن احيانا لا يستطيع ان يتحرك لوحده، يجب خلال كل ساعتين ان يتغير وضعيته، ليس بالالزام ان يتغير وضعيته كامله، لا، فقط نغير مواقع الضغط، مثلا نحط مخده خلف ظهره جهه الايمن بسيطه، نلفها بطريقه بسيطه، بعد ساعتين نغيرها الى الجهه الاخرى، مما يقلل عمليه الاحتكاك والضغط على هذه المواقع وقلل نسبة حدوث القرحات. أيضا من الأشياء التي تساعد اللي هو التغذية الممتازة والفحص على أي أمراض أخرى. القرحة مع الأسف ربما تكون قرحة بسيطة وعلاجها بسيط، وربما تكون قرحة عميقة وعلاجها يأخذ وقتا طويلا، وأيضا القرحة العميقة ربما تسبب أي تسمم في الدم. لذلك أذكر مثلا إذا المريض يحب يقعد على الكنبة مثلا أو الكرسي، هذا المريض يجب أن نغير وضعيته كل ساعة. وإيش معناها؟ نحط أيضا نفس الشيء، نحط مخدة على فخذ اليمين، تحت فخذ اليمين، بحيث أن نقلل الضغط على الفخذ اليمين لمدة ساعة، ثم نقلب المكان إلى المخدة إلى الفخذ اليسار بحيث نقلل الضغط إلى الفخذ اليسار. لذلك لازم نغير الوضعية أو نقلل الضغط على نفس الأماكن. إذا عندما ينام المريض على ظهره فإننا نغير وضعيته كل ساعتين، عندما يقعد على الكرسي نغير وضعيته كل ساعة. الملخص: هناك تغيرات فسيولوجية طبيعية في كبار السن لا يمكن منعها، هذه حكمة الله علينا أن نتغير لما نكبر في السن، لا نستطيع التغير أو التحكم فيها، لكن نستطيع أن نحافظ على نشاطنا البدني والاهتمام بالتغذية بحيث نتحصل على صحة نشطة. من كبار السن نلاحظ نحن في المجتمع وأيضا في العيادة الطبية، نلاحظ أن كبير السن الذي يعاني من نفس الأمراض، إذا المريض الكبير في السن الألف نشيط يختلف نهائيا عن المريض بالغير النشيط. لذلك أنصح بقوة أن المريض يمشي يوميا لمدة نص ساعة أو حسب استطاعته، حتى لو عنده بعض الآلام في المفاصل أو الظهر، لأنه يساعد النشاط البدني على التقليل من المشاكل الصحية التي تأتي لدى كبار السن. أيضا يجب على كبار السن متابعة الحالة الصحية لدى طبيب الرعاية الأولية للوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة. هذه الوقاية أو العلاج، السيطرة على الأمراض المزمنة، يقلل من نسبة أن يعاني المريض من متلازمة كبار السن. شكرا لحسن استماعكم، إن شاء الله استفدتم من المحاضرة. في رحمة، في أمان الله.